بدايه متابعتنا الاخباريه هتكون من المانيا، طبعا ده لمتابعه الزياره المهمه للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كنا بنتكلم عنها امبارح، ومشاركه الرئيس في فعاليات حوار بيترسبرج حوالين قضايا المناخ برئاسه المانيه ومصريه مشتركه. نشاط رئاسي واسع طوال اليوم النهارده، ابتدى بلقاء الرئيس مع نظيره الالماني، وكان من خلال اللقاء ده بيتم طبعا بحث طبيعه العلاقات الثنائيه وكيفيه تطويرها. بعدها شارك الرئيس مع المستشار الالماني في جلسه رفيعه المستوى بمنتدى الحوار، وعدد من الرسائل المهمه اللي اتكلم عنها الرئيس النهارده في كلمته كان بياكد من خلالها على ضروره التكاتف الدولي في مواجهه الازمه المتعلقه بتغير المناخ، والنقطه الغايه في الاهميه طبعا الالتزام السياسي بدعم وتعزيز الجهود المتعلقه بالتحول للاقتصاد الاخضر. من رسائل الرئيس كمان انه اتكلم ان كافه التقديرات والتقارير العلميه بتاكد بشكل واضح على ان تغير المناخ بقى بيمثل تهديد وجودي للدول والمجتمعات على مستوى العالم. عشان كده الرئيس اكد انه علشان يتم تحقيق الرؤيه المصريه الخاصه بقمه المناخ القادمه، فان مصر بتعول على دعم كافه الاطراف ومساهمتها في توفير مناخ من الثقه لتحقيق النتائج اللي بتطلع ليها الشعوب. الرئيس كمان اكد على الفاتوره بتحملها القاره الافريقيه، وقال ان قارتنا الافريقيه بتقع في قلب التحديات الخاصه بالمناخ وبتتاثر بيها على نحو يعني يفوق غيرها من المناطق. ليه؟ لان القاره الافريقيه خصوصيه وضعها طبعا، محدوديه قدرتها كمان انها تتعامل مع الازمات، وبالتالي ضعف حجم التمويل المتاح ليها انها تتغلب على اي صعاب وتحديات متعلقه بهذا الملف. كمان في كلمه الرئيس النهارده اتكلم على رؤيه الدوله المصريه وازاي مصر بتشتغل في هذا الملف، وقال ان مصر من وقت مبكر انا اسفه قامت باتخاذ خطوات فعاله للتحول لنموذج تنموي مستدام بيتسق مع جهود الحفاظ على البيئه وتغير المناخ. من ضمن كمان فعاليات اللقاءات النهارده الخاصه بالرئيس ونشاطه، كان في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الالماني بعد اللقاء الثنائي اللي جمعهم واللي كنت بكلم حضراتكم عليه، وطبعا النهارده هنرجع له مره ثانيه ونقول تفاصيل هذا المؤتمر واهم التصريحات سواء للرئيس عبد الفتاح السيسي او للمستشار الالماني. لكن الرئيس كان بياكد على ان مصر مش هتدخر اي جهد في سبيل انجاح القمه العالميه للمناخ، وان ده هيحصل من خلال توفير البيئه المناسبه الجامعه لكافه الاطراف من الدول والمنظمات الدوليه وكمان المجتمع المدني، علشان نقدر بالفعل يبقى في تقدم حقيقي في مختلف المسارات. تحديدا نتكلم رئيس النهارده عن المسار التفاوضي الحكومي، وان ده هو اللي هيكون المحدد الرئيسي للسياسات الدوليه للمناخ، علشان نقدر نوصل لتوافق لضمان الخروج بنتائج تقدر بالفعل انها تحقق الهدف اللي بنتكلم عنه، هو 1.5 درجة مئوية طبعا خفض درجة الحرارة يعني الخاصة بكوكب الارض، علشان نقدر بالفعل ان العالم يبقى على الطريق الصحيح لتنفيذ اهداف باريس ومقررات قمة المناخ. خلونا نتابع جزء من كلمة الرئيس مع حضراتكم ونرجع تاني. اود التأكيد على ان مصر لن تدخر جهدا في سبيل انجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وغيرها، بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات، سواء المسار التفاوضي الحكومي والمحدد الرئيسي للسياسات الدولية للمناخ، والذي سنسعى فيه إلى التوصل إلى توافقات واسعة في الموضوعات محل التفاوض، أو على صعيد المسارات الأخرى غير الرسمية التي باتت تمثل داعما رئيسيا لعمل المناخ الدولي، والتي سنعمل فيها على طرح مجموعة متنوعة من المبادرات ورعاية عدد كبير من الحوارات والنقاشات البناءة بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية في إطار الأيام التي سيشهدها المؤتمر، وذلك لضمان الخروج بنتائج شاملة تساهم في إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية في المتناول، وفي وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذ أهداف باريس ومقررات قمم المناخ المتعاقبة.